اهلا بكم اخوة الاخوات. اليوم احنا غنمشيو في واحد الرحله من رابع ديال المرات. كما كتشوفوا هذه المحطه ديال الرباط ابدال، محطه ديال التي جي في وتترال، هذه محطه زوينه نقيه. يلا حلو دابا 4:30 الصباح. المهم غنصوركم شويه من التراد، شويه من الحاجه. ان شاء الله غنرجع من مراكش لسانتاندير، نرجعوا حالنا بعد ندوز الويكاند هنا في المغرب. هذا المكان نخليكم معنا، كملوا الفيديو كامل ودعمونا. المهم جميع اشكال الدعم راه مزيانه. ما تشوفي انتم كيما كتشوفوا المحطه نقيه كالم، صراحة تداهي المحطات الأوروبية الكبار، لأن دابا يلاه الصباح راه باقي مبداوش الترانات. أول واحد هو ديالنا 45 المرات. باقي محلوش الكونترول ديال شغل نجلسو في هاد الكراسة هنايا حتى يجي الدعم. الإخوان حنا هبطنا دابا ساعة تنتسناو هنايا الدران ديال الرابع أكدا. ها نتوما السكة باقي مجاش، نتمناو غير ما يتعطلش وصافي. ها هو دابا غادي يجي الدران. جاي هو هذا. شو ما عيطوا لا تنير ولا اعلان لا والو، شو واحد جالس دابا خصهم نورمال يعيطوا في التليفون في الميكافونية ديال الطريق ديال المحطة. ها هو عامر ولا خاوي. نحن نخرج من المحطة ديال التران المحمدية، كيبان والو دابا، باقي ما بدناش الفجر، السبعة قلت والو الساعة. هلا الإخوان، نتحركو من مطار من محطة كازا فواياجور. المهم كنضرب شوية حيت دابا الناس ناعسين، مجاتش نضرب الشهد. حنا وصلنا لمراكش، يلا هبطنا وغاديين نخرجو نشربو شي قهوة في هاد البرد هذا. المهم مكاين اللي يتصور في الطريق أصلا، حنا معلقين في الجناب ديال التيران، مكيبانش الطبيعة مزيان وكدا، كيبان بحال الحايط. رجعت نصور توالي صافي، ضربتها بواحد النعسة. احنا دابا في سخل المحطة مراكش، نلبسو غنخرجو، كاين البرد، الشمس والبرد.